كونتيلا لو عايز تحلي برضه، وعندي ستريبس بتاع ستريبس بالشات الباكستان وضغط البطاطس. انا بقى انا عشان ابيع واحده لازم اقول الكلام ده كله. اللي يعجب حضرتك اللي انت عايزه حبيبي، اللي انت عايزه حاضر. اديك توا يعني كل حاجه مثلا. حاضر بسم الله. عايزه اتعرف بحضرتك. كريم محسن دمداش، شغال موظف في الشركه قطر مصر للطيران، وجاي من سرايا القبه عشان اتعرف على الراجل الجميل ده. طيب يعني انت اتعرفت عليه منين او عرفته ازاي؟ هو عدنان كان عامل معاه ريفيو، بناء عليه كده اتعرفنا عليه. ايوه يعني من باب المساعده وكده؟ لا لا لا، هو انا شايف ان الحاجه اللي بيعملها كويسه ومش محتاجه ان احنا ساعد. هو عايز ياكل نقطه كويسه يعني من ايديه، فبنحاول نساعده يعني ان احنا نعمل معاه اي حاجه يعني.